been everywhere. ايه ده؟ اوه عيشة هانم. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ابدا بغني بس واضح انك متضايقه من الغنى. انا ممكن اعمل اي حاجه تانية، ممكن العب رياضه، ممكن ارسم، اصل انا عندي هوايات كتير. يا عمرو بيه انا بتكلمش عن الغنى. امال بتتكلمي عن ايه؟ بتكلم عن قطره الماء، الاسراف في استهلاك المياه. أو سوري، أصل أنا لقيت نفسي فاضي، بعدين لقيت الرشاش قدامي قلت أرش شوية. الماء هو سر الحياة، يجب أن نحافظ على كل قطرة ماء. إن إهدار الماء جريمة، جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون. شهاني في إيه؟ في الحقيقة في لجنة البيئة الدولية عاملة مسابقة هتحدد فيها اللي بيفوز بلقب سفير المياه. اوه سفيرة المياه، هايل. وانا شخصيا متقدمة ليها. اوه هايل هايل هايل، بس انا مش فاهم حاجة. هو في الواقع في حملة عالمية للحفاظ على نقطة المياه، وانا شخصيا مرشحة يعني ان اكون سفيرة لجنة البيئة الدولية في دول حوض النيل. واللجنة دي بقى اختارتك ازاي؟ والله انا رسلتهم وهم ان شاء الله جايين وحيشوفوا بنفسهم المجهودات اللي انا ببذلها للحفاظ على نقطة المية، وان شاء الله ان شاء الله حفوز باللقب، وحيبقى لقبي سيادة السفيرة الوزيرة من غير السابقة. ايه رأيك؟ ده شيء مسلي، مسلي جدا. مسلي ده ايه؟ مسلي ده ايه يا عمرو بيه؟ بقول لك نكتة أنا ولا بحكي لك فيلم كرتون؟ ده رسالة، رسالة يجب أن يحملها كل مواطن وبأمانة. سيادة الوزيرة السابقة، من غير شعارات ولا حاجة خالص، أنا عايزك تقولي لي إيه الأنشطة؟ إيه البرامج اللي عملتيها عشان تكوني سفيرة المية؟ أنشطة إيه وبرامج إيه؟ أنت معقدها ليه بس؟ الله. يا عمرو بيه انا كتبت الخطبه دي وان شاء الله ان شاء الله وبعون الله هقولها قدام اللجنه وخلاص. سياده الوزيره لازم تنزلي للناس، لازم توعيهم، لازم تنصحيهم، مش بالخطب، بالتطبيق العملي. يوه بقى، طب انا هعمل ايه بس؟ اللجنه اللي جايه وقتها محدود جدا، ما عندهاش وقت ابدا تنزل للميدان وتحضر تطبيقات عمليه. الدنيا برد، الدنيا برد، ونص عربي بيسقي الارض. الدنيا حار، الدنيا حار، وعرب ابو سيد بيسقي البرد. يا عم العربي، يا عم العربي، عامل اللي فيها اسبهان، كفايه طيبت الحاره يا غنع. اسبهان الله، ما تركب الحمايه لسانك الاول، الارض بتتكلم عربي، الارض الارض. يا عم حرام عليك، كفايه ضربت الحاره يابا، الناس مش عارفه تمشي. يا زيني مش عارفه تمشي يا ابو يوما، صباحك غالي كده احسن. هو دلوقتي لو الشمس ضربت في الارض التراوح هتنفح وشوش الخد مش احسن برضه اما تمر شويه ريح تمر الحاره كلها عفره؟ ده بنت اللي دماغك ضربت يا عربي، كفايه يا غرع ابوس ايدك. يا عم ابوس ايدك اسكت، ما هو الواد فوزي ماشي زي القرد اهو. انا مش قرد مش قرد عربي. انت اللي مش عارف تعمل قرد. ايه اللي بتعملها معانا؟ هو انتوا لاقيين الميه؟ الله بالسما ده مش امتنع ولا ايه؟ وسترون ان نقطة المياه ستكون اغلى من نقطة البترول، بل ستكون اغلى من نقطة الدم، وان غدا لناظره قريب. للمرة المليون يا معالي الوزيرة احب اقولك ان المسألة مش مسألة قطب، لازم ننزل الناس، الناس لازم تحس بحجم المسؤولية، بحجم المأساة اللي ممكن تحصل. أنا بتحداك بقى يا عمرو بيه، شوف بقى بعد الخطبة اللي أنا قلتها دي هيختاروني إن شاء الله سفيرة للمياه. طب إيه رأيك بقى أنا هرشح نفسي قدامك للقب ده، وهوريكي التطبيق النظري بتاعك
ولا التطبيق العملي وهنشوف مين فينا اللي هيكسب. خلاص انا موافقه، بس عايزه اقول لك بقى ان وفد اللجنه هيوصل ان شاء الله بعد يومين، وانا شخصيا عزمهم هنا في نادي الصفوه، وطبعا هيبقى في تصوير وهيسلموني المنصب قدام عينيك انت. انا بقى هراسلهم وهبلغهم ببرنامج التوعيه الميدانيه بتاعي، وهنشوف بقى مين فينا اللي هيكسب. اوكي يا عمرو بيه، هنشوف. وانا مش هدعيهم هنا في نادي الصفوه النوم، انا هستدعيهم هناك في الحاره بتاعت الواد فرج ده وسط الناس، وهوريهم ازاي خليت الناس تحافظ على الميه بجد. اللي قولي لي يا سياده السفيره، قصدي يا سياده الوزيره السابقه، انا في سؤال من زمان قوي نفسي اساله لك، هو ما عليكي ليه طلعتي من الوزاره؟ الميه تروي العطشان. رش يا واد رش، رش كده وترش يا واد، انت ايدك يا بيتك وبتسيبك بس يا واد. ليه تنشك في دراديرك يا رب كده برضو تبهدل الالاجه والشياكه والايافه دي كلها؟ لا مؤاخذه يا باشا، اصل احنا عندنا تنظيف في النقل. امشي من بره دول، امشي، مش عايز اشوف وش. حاضر. هانم، انا سعادتك بتقول لي هانم يا اختي، طالعه من بقك زي صباع المنبار. اي خدمه سعاده الباشا، نفسي حضرتك في اكله دسمه عيني دي قبل عيني دي. هو حضرتك صاحبة الريستوران ده؟ مين يا باشا؟ الريستوران الأوريونتال ده. الأوريونتال ده، ايوه المصمت، ايوه بتاعي. حصف عين اللي ما يصلي على النبي، خمسة وخميس النهارده، الخميس الله أكبر. أنا عايدة عيودة صاحبة هذا المصمت. عندي بقى شوربة بهريز تخلي سيادتك طور لمؤاخذة. ميرسي يا عيد هانم، أحب أعرفك بنفسي، أنا عمرو بيه من نادي الصفوة. روشي، وحضرتك من نادي الصفوة يعني صاحب فرج؟ يا أهلا وسهلا، نورت. بس فرج حضرتك في النادي مش هنا. أنا بس كنت جاي أتكلم مع حضرتك في موضوع أزمة المية. روشي، هما كمان عملوا للمية أزمة؟ أوه، في أزمة كبيرة جدا. أزمة وكبيرة وجدا؟ وادي عكوة. أيوة يا معلمة. املى يا واد الأزايز والجراكن والجرادل وحطهم في التلاجة. حاضر يا معلمة. نو يا عايدة هانم، الموضوع أكبر من كده بكتير. أكبر من كده وكتير؟ وادي عكوة. أيوة. احفر بير جوه المحل وملاه مية. ما قالوش لسعادتك يا سعادة الباشا المية هتتقطع كام يوم؟ يا هاي حارة الفلالي، أنا جاي أنصحكم، جاي أوعيكم. عارفين ده مين؟ ده صاحب فرج في النادي من صحابه الألاجة. فيه أزمة هتحصل مش هيبقى لها حل. أزمة إيه بقى بالظبط؟ أزمة سكن ولا أزمة انفجار سكاني ولا أزمة غلاء معيشة ولا أزمة الصحة ولا أزمة إيه بالظبط؟ أزمة مية. شوفوا كمية المية المهدرة، شوفوا اللي بيغسلوا العربيات بيهدروا مية قد إيه، شوفوا اللي بيسيبوا الحنفيات مفتوحة تخر تخر بيهدروا مية قد إيه. يا جماعة إحنا بنعمل جريمة في حق المية. اللي أنا نفسي أفهمه، هي المية اشتكيت لك؟ نقطة المية اشتكيت لك ولا أنت متطوع للدفاع عنها من نفسك؟ يا جماعة افهموا، بلادنا دخلت حزام الفقر المائي. وهي اتحزمت من إمتى؟ طبعا كل اللي يتحزم لازم يرقص، وعشان يرقص لازم له موسيقى حلوه، وانا موسيقي قدير. واد يا فوزي، مش محتاج كلمات حلوه كده للمزيكا دي عشان ترقص عليها. ما هو مزيكا من غير كلمات زي حنفيه من غير جلده، وهو كله له علاقه بالميه. يا اهلا وسهلا، خطوة عزيزه. لا عزيزه ايه، معقولة واحد ألاجة وشياكة زيك كده يتقال له خطوة عزيزة؟ لا، أنت يتقال لك يا خطوة نازك، يا خطوة ميمي، يا خطوة فيفي. إيه اللي مغرق الحارة مية كده؟ لا سعادتك، ده واحد كان عيل، عيل صغير كان بيلعب في خرطوم المية وهو اللي غرق الحارة كده وطردناه. يا سيد. لا أنا مش سيد، أنا أبو سيد، محسوبك عرب الحلاق.
حلاق رجالي وحريمي وعيال صغيره وكفاوير ومقص دار شعر. خد لك دقن بصراحه. او ثانك يو. فكك. ثانك يو ثانك يو. انا جاي اعمل حمل التوعيه. توعيه؟ تطعيم يعني؟ او نو عربيك. حمل توعيه للحفاظ على الميه. الميه ثروه. معلوم الميه ثروه. انا متاكد ازازتين ميه مشبرين فوق في الثلاجه يستاهلوا بق حضرتك. لا 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 انت مش فاهم. نصيب الفرد في الميه بيقل. لازم نفهم اهل الحاره. بيقل ازاي؟ لا معلش افهمها بالراحه كده. يعني الواحد بدل ما يشرب قلتين ميه في اليوم يشرب قله واحده، وبدل ما يستحمى مرتين في الاسبوع يستحمى مره كل اسبوعين. ايوه بس كده الواحد يعفن وريحته تطلع، وخصوصا في الصيف. شكلك كده قابل للتفاهم، بتسأل عايز تفهم. بس بقى ركز معايا. نركز نو بروبلم، يعني مفيش مشكله ان شاء الله. بس قبل ما نركز، انتوا ناويين تقطعوا الميه امتى عشان نلحق نحوش؟ احنا مش هنقطع الميه، الميه هتخلص. تخلص؟ يا ليلى ده وش مين ده على الصبح؟ انا اخر حاجه قالها لي الراجل ان الميه هتخلص. تخلص؟ معقوله تخلص؟ الراجل ده بيتكلم كلام صح جدا، الميه فعلا ممكن تخلص. انا قريت عن حاجه زي كده بتقول ان بلدنا حصتها في الميه بتقل كل شويه. يعني بعد ما كان نصيب الفرد سنويا 25,000 متر مكعب من الميه هتقل للنص. يا جماعه انتوا تهبلتوا ولا تهبلتوا ولا احتمال تكونوا تهبلتوا؟ ما انا معرفش ميه ايه اللي تخلص. ده احنا عندنا ميه النيل اللي بتمشي كده تشق الارض، اللي ميتها بتزغرط على الشطين. ميه تخلص، ما اللي عايز يشرب يشرب واللي عايز يشيل يشيل. احنا عندنا رغبه كبيره جدا بس ما بقدرش نحس بيها غير لما ابتدت تخلص. ده في بلاد تانية مش لاقيه كوبايه الميه اللي احنا بنشربها دي. قصدك اللي بنرميها دي؟ خروش. لا يا جماعه لازم الحق اشرب شويه ميه واستحمى قبل ما تخلص. احنا هنتكلم النهارده عن مشكله فقر الميه ودور حضرتك الريادي في التوعيه. انا جاهزه تماما يا حبيبتي. يلا يا استاذ عايزه سوا. ستاند باي اكشن. سيداتي سادتي، لقاؤنا الان مع سياده الوزيره السابقه والمرشحه للقب سفيره المياه في دول حوض النيل. قبل اعلان اللجنه الدوليه للبيئه بترشيحها للقب بنرحب فيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ومرحبا بالساده الجماهير والساده المشاهدين في كل بقاع الارض. عايز اقول للمواطن ان هناك شعار يجب ان يضعه نصب عينيه، وهو ان الماء هو سر الحياه. وما هو الدور الذي لعبته سيادة الوزيرة في الفترة الأخيرة للتصدي لمشكلة المياه ودخول بلادنا حزام الفقر المائي؟ الاهتمام الميداني بتوعية الناس وتكثيف الجهود والارتقاء بجودة إنتاج جلدة الحنفية. معلش دودو الزيتون شريت بس. تلاقيك تقلت في الأكل شوية. لا والله الواحد مش عارف يناسب ليه. الحمد لله. ألف حمد وشكر ليك يا رب. تستاهل الحمد، بس أنا مش عايزاك تخاف قوي كده يا عربوصة، المية مش هتخلص. لا معلش يا دودس، لازم الواحد يعمل حساب الزمن. بالك أنا شايل 10 زمزميات مية في دولاب الهدوم بتاعي، ليه؟ عشان الوقت سيد ابني، لازم أأمن له مستقبله، أمال إيه؟ بس أنا خايفة بصراحة يا عربوصة، كلام الراجل القلقة ده يكون بجد. ياه يا عايدة يا أختي، إلا ده لو كان بجد، دي تبقى مصيبة، مصيبة. إزيك يا مصيبة بنت؟ أهلاً يا عم عرب. خروشي، إيه اللي دخلهم علينا كده على غرة؟ احنا قررنا نشارك في حمله توعيه للحفاظ على الميه، واول ناس هنبدا بيهم اهل الحاره. يعني عايزيننا نعمل ايه يعني؟ مش عارف، مش عارف الحقيقه. يمكن هيقبضوا يعني على الناس بتوع الحاره اللي هم بيرشوا ميه في التراب ولخبطوها طينه وكده. لا يا عم عربي، احنا هنفهم الناس بقيمه الميه. يا اختي على رايك يا ماهي، ما هي الناس ما بتعرفش قيمه النعمه غير لما تزول من وشها. ايوه بصوا بقى، الحل الوحيد ايه؟ المثل بيقول شيل ده من ده يرتاح ده عنده. صح. احنا نقطع الميه من الحاره، الميه من ده، الحاره عنده.
ولنأخذ العبرة مما حدث في الصومال. نقص في المياه أدى إلى نقص في الزراعة، وبالتالي أدى إلى مجاعة. إيه ده؟ إيه ده يا ست الوزيرة؟ أنت لسه ماسكة الورقة والقلم. أنا بنفسي نزلت للناس في الحارة وعدتهم بالالتحام المباشر مش بالخطب الرنانة. يعني أنت نزلت الحارة بتاعت فرج؟ أيوة. ولقيت الناس هناك كلهم يعني مستعدين يفهموا ويتوعوا؟ طبعا. يعني لو اللجنة الدولية للبيئة للحفاظ على نقطة المية راحوا الحارة أكيد هيحسوا بالمجهود الفظيع اللي أنت بذلته. Of course. يبقى أكيد اللقاء بكرة هيكون هناك. نعم؟ لا أبدا، بقول إن أكيد أنت اللي هتفوز باللقب إن شاء الله. Oh, thank you, thank you. إحنا كده قطعنا نص المسافة. ولا حتى ربعها. ولما أهل الحارة في الراحة والجاية يقروا اليوفط دي أكيد هيفهموا ويقدروا، ولما يسألوا بقى إحنا نبقى نجاوبهم. ده لو بيعرفوا يقروا أساسا. يا نحارة الفلاني، التلفزيون جاي يصور عندنا، سألتهم قالوا لي احنا جايين نصور اهل الحارة ونشوف قد ايه هم مستوعبين لمشكلة ازمة المية. بوم 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 بوم. واحنا جاهزين. وكده تقدروا تلتمسوا بنفسكم المجهود الجبار اللي أنا بذلته مع سكان حارة الفلاني للحفاظ على نقطة المياه، وده طبعاً من خلال حوار مفتوح مع السيد بيبيتو رئيس اللجنة الدولية للحفاظ على المياه. إيه ده؟ هم دول بتوع المياه؟ لا، دول الحنفيات. وفي لقائنا مع أهل حارة الفلاني وبوجود مستر بيبيتو رئيس اللجنة الدولية لإعلان لقب سفيرة المية، هنشوف مدى المجهودات اللي قامت بيها سيادة الوزيرة السابقة للتصدي لمشكلة المية. وأول لقاء لينا معه. لا عربي، لا ارجع يا عربي. ده التلفزيون، عربي الحلاق ابو سيد صاحب محل عربي الحلاق حضرتك، ودودس صاحبة البصمة عايدة هاني. ما هو موقفك من المية بعد حملة التوعية اللي قامت بيها سيادة الوزيرة السابقة؟ بس الاول ممكن اتصور مع سياده الوزيره. وانا ما انت بتتصور اهو. والله انا سياده الوزيره طالعه معانا. موقفي من حمله الميه، بصي اهم حاجه الحفاظ على الميه. انا بحافظ جدا على الميه لدرجه ان وصلت بقى المرحله ان بحلق للزباين من غير ميه، على الناشف كده. وش الزبون يبهدل، شعره يبوظ، يقرع، مش مشكله، المهم الحفاظ على الميه حضرتك. انا سياده. ولان مستر بيبيتو ما بيعرفش عربي، هنترجم له في السماعه اللي في ودنه ونقول له ان لوست عربي بذل مجهودات صعبه وقاسيه جدا لانشاء جيل يعي ويحافظ على ثروه بلاده من المياه. كده؟ ايه ده، انا قلت كده؟ عربي بتاعته دينا بتاعها كده يا عربي. ليه ده التلفزيون بتاعه؟ ممكن يسجل علينا. معلش بس شكل الكلام حلو وكبير. انا ازي الصحه مستر بيبيتو؟ بولويفو. وبالنسبة للمواطنة الجميلة اللي معانا بنسألها، ما هي الأعباء التي وقعت على كاهلك للتصدي لمشكلة المياه؟ الأعباء كثيرة إن شاء الله. مواطنة؟ كلمنا؟ تقول لك الأعباء اللي وقعت فين؟ على كاهلك. على كاهلك؟ كاهلك؟ هو كاهلك يعني إيه عربي؟ كاهلك اللي هو ده أكوع يعني. بص أكوع. والله الحقيقة ان انا من ساعه ما الاعباء وقعت على كوعي على كاهلي كاهلي وانا كاهلي بيوجعني شويه، فالحقيقه انا رحت استشرت المستر عربي فقال لي لبخيله، فلما لبخت الكاهلي فالحمد لله الاعباء قد زادت على كاهلي، ولكن الحمد لله كاهلي دلوقتي بقى كويس وكويس وكويس واتمنى يقولوا له يا خروج خروجي.
والكلام ده ترجمته لمستر بيبيتو ان السيده المكافحه قبلت التحدي بكل جراه وضحت بكل ما هو غالي وسمين. طبعا سمين ومشكل وساعتها احط الفشه لوحديها. فضحنا يا امه المنبار بقى. فضحنا يا امه. ليه في ايه؟ مش السمين بتاعك، سمين تاني خالص. لارساء قواعد لمعرفها بان طبيعه الحياه المختلفه تنادي بترشيد استهلاك المياه. بص للكاميرا، بص للكاميرا. زورونا مصمت. وفي النهاية بنسأل مستر بيبيتو، هل تستحق سيادة الوزيرة السابقة عائشة لقب سفيرة المية؟ Yes of course she deserves it. Thank you very much. متشكرة قوي قوي قوي. وعايزة أقول للسادة المشاهدين، أرجو أنكم تكونوا استمتعتم فعلا بهذا الحديث الشيق، حديث فعلا ما يخرش المية. ده مجهودي أنا. وما فاهمين حاجة، خلينا ناكل عيش. منور يا عمرو باشا.